أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم ساعدت أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، هطل زخات رعدية من الأمطار في عموم تلك المناطق الجبلية والساحلية. كانت هذه الهطولات عبارة عن زخات من البرد فوق القمم الجبلية العالية. يتوقع خلال الساعات القادمة وخلال يوم غد أن تستمر حالة عدم استقرار هذه بالتأثير على المنطقة الجنوبية الغربية. بالمقابل ستسود أجواء مستقرة بشكل عام في باقي مناطق المملكة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة: يسود طقس مستقر غيوم متفرقة لكن طقس بارد، 11 درجة مئوية، الملموسة 10، رطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد: نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 18 إلى 9، عرعر 17 إلى 10، وتبوك 19 إلى 10 درجات مئوية مع طقس غائم جزئي. المنطقة الغربية نبدأها بالمدينة المنورة 26 إلى 15، جدة 30 إلى 22، مكة المكرمة 31 إلى 20، والطائف 22 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تبقى تتأثر بحالة من عدم استقرار الجوي، تهطل زخات رعدية من الأمطار، الباحة 17 إلى 9، أبها 18 إلى 9، وجازان 28 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 24 إلى 14، حفر الباطن 20 إلى 12، الإحساء 24 إلى 12. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 22 إلى 11، بريدة 19 إلى 9، وحائل 17 إلى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.